مثير أحمد الصابرية، بديت في سايكلينج من تقريبا 4 سنوات. أشجع البنات أن يطلعوا يستمتعوا بالهواية هذه لأنها ترفع اللياقة، تغير جو، واحد يطلع يستكشف بلده ويستكشف نفسه نفس الشيء. أهم شيء يعني في أي رياضة في أي هواية أنه يطلع يستمتع فيها، وأول ما يستمتع فيها كل التحديات وكل أشياء صغيرة هذه تتلاشى.